واللي هو نفسه موجود أمام محكمة المحاسبات، يريد جواب البنك المركزي كما يلي: وحيث لم يتبين إدراك حيثية المحكمة، وحيث لم يتبين من خلال فحص الحساب البنكي والحسابية الجامعة لحزب حركة النهضة ما يفيد تحويل المبالغ المدفوعة وما يفيد تلقينا لمبالغ بالمال معنا بالعملة الأجنبية. هذه مش حركة النهضة، هذه وثائق المحكمة، هذه وثائق المحكمة. في حيثية أخرى: وحيث لم يتم تسجيل إنجاز تحويلات عبر البنك المركزي التونسي من قبل حزب حركة النهضة حسب إفادة البنك المذكور صلب تقريره المعد بتاريخ 11 ديسمبر 2019 بناء على التسخير في إطار التحقيق. حدول خاطر الحقيقة واحدة ما تنجمش تتزور. الحقيقة إنه حسابات حزب حركة النهضة صحيحة وشفافة وتحترم القانون. بكم من جديد مشاهدينا، كل ما تحققنا في المباشر عدد جديد لقاء خاص مع السيد مهد مديوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب الشيخ راشد غنوشي دورة 19-24. أستاذ مهر، بحكم منصبكم قريبين من الموضوع، هل لكم ما تضيفون عما ذكرته الأستاذة البراهني على الأقل في هذا في ندوة صحفية؟ صدقت زينب البراهني وكذب قيس سعيد، هذا الإضافة الوحيدة الذي يمكنني أن أقولها لك، لأني أعلم هذه الزميلة المحترمة وهي محامية ونائب مجلس نواب الشعب، ولا تقول إلا صدقا، ويعني فندت بالحقائق وليس بالإنشاء وليس بالأكاذيب وليس بالأوهام وليس بالخزعبلات كل ما ادعاه قيس سعيد من أجل تشويه صورة حركة النهضة ورئيسها الأستاذ راشد الغنوشي. الحقيقة حية، لكن بعد سنتين سيد ماهر نحن الآن إزاء حكم قضائي. نعم نعم، احنا إزاء حكم قضائي تحت قضاء مسيطر عليه، قضاء التعليمات يسيره قيس سعيد من قصر قرطاج. هذه الحقيقة المرة التي يعيشها القضاة والتي يعاني منها السادة القضاة، والتي يعني أكدتها جميع التقارير وجميع المنظمات الدولية بأن القضاء التونسي منذ يوم 25 جويلية لم يتعافى، بل بالعكس سقط إلى أسفل السافلين تحت سيطرة قيس سعيد ووزيرة عدله. فلا يمكن أن نقول أن هذه محاكمة عادلة، فهذه محاكمة انتفت فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة، غاب فيها المشتبه به، غاب فيها لسان الدفاع، وغابت فيها الحقيقة. هذه الحقيقة التي نسمعها اليوم من فم المناضلة والمحامية زينب براهمي التي بيّنت بالكاشف. وغاب المتهم الرئيسي، هو مشتبه به وليس متهم. نعم مشتبه، لكن الآن متهم. نعم، غاب بمحض إرادته، لأنه هذا الرجل فاهم وحكيم ويعلم أن لا فائدة في حضور لدى قضاء ليس بالقضاء بل هو التعليمات للسيد قيس سعيد من أجل التشفي والانتقام من خصم سياسي. قيس سعيد هذه الأيام ليس له إلا شيئين: الشيء الأول هو الخطابات الجوفاء تجاه الشعب التونسي، والشيء الثاني وضع جميع المنافسين المحتملين في السجون. يعني هذه الأيام فقط السيد المراحي يعني ستة أشهر سجن، بالتالي يقسم مؤجل تنفيذ. نعم نعم، السيد نبيل القروي 3 سنوات سجن، زوجة السيد نبيل القروي 3 سنوات سجن، ومعناها منع من الانتخابات. السيد راشد الغنوشي اللي هو زعيم هذه البلاد وزعيم المعارضة ورئيس مجلس نواب الشعب، وهو الشخصية الثانية في الدولة والشخصية الاعتبارية في العالم، لا شك هذا الرجل مقلق، هذا الرجل له تأثيره القوي، وهذا الرجل هو صانع الملوك. فلذلك يقول: هذا الرجل هو اللي طلعني في الانتخابات في المرة هذه، فلا أريد أن يقلقني في هذه المرة الثانية، ولذلك الأفضل أنه أول شيء يشوه أو يحاول أن يشوه، وثاني يعني حكم عليه ب3 سنوات سجن، وهذه فضيحة وعار. يعني السيد قيس سعيد عندما يحكم على رجل عمره 82 سنة ويعني يعتقد بذلك أنه يتشفى منه، فهو لا يعلم من هو راشد غنوشي.
راشد الغنوشي تيقن، وانا على كل حال تشرفت بالعمل معه لمده سنه ونص، في الازمات ينتشي، في الازمات يصمد، وفي الازمات يكون افضل صحه وافضل صحه النفسيه، وهو على معناها قوه ما شاء الله ربانيه، يعني تهد الجبال وليس يعني احكام واهيه وليس لها اي مستقبل هذه الاحكام لانها احكام غير عادله.